السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع LG 42 بوصة بلازما بمشكل التلفاز فقط تشغل اللمبة الحمراء. هذه التلفاز لا يستجيب لا للأزرار ولا للريموت، التلفاز لا يقلع. إذن هذا هو مشكل التلفاز، الآن سأقوم بفتحه ونكتشف. تابعوا، هذا هو شكل التلفاز من الداخل. أول شيء سأقوم به هو فحص جهد ستوندبي، أتأكد منه إن كان جيد أم لا، لأن بطبيعة الحال جهد ستوندبي موجود، لو لم يكن موجود لما اشتعلت اللمبة الحمراء لمبة الباور. إذن مبدئيا ما يحتاجه التلفاز ليشتغل هو جهد ستوندبي، هذا ما يحتاجه لكي يقلع. إن كان ضعيف أو به خلل بطبيعة الحال لن يقلع التلفاز. إذا سأفحص جهد ستوندبي من خلال هذا السوكيت. لاحظوا مكتوب هنا ستوندبي 5 فولت، إذا المفروض أن نجد 5 فولت في هذا البين الأول. هذا نأخذ المالتيميتر، نوصل الكهرباء الآن لنرى هنا. إذا لاحظوا هي 5 فولت موجودة بشكل يعني مستقر جيدة، لا مشكلة فيها. الأول سأتأكد من باقي الجهود أو من الباور سبلاي ككل، وهي سوف أقوم بعمل خطوة. سأزيل الكهرباء الآن، أفصل هذا السوكت أو أزيل هذا الكابل الخاص يعني بتغذية المذر بورد، وأوصل الكهرباء من جديد. سمعتم؟ لقد سمع الآن صوت الرولي، وهذا يدل على أن الآن الباور سبلاي في وضع أوبن يعني مفتوحة، يعني باقي الجهود الآن. لاحظوا حتى أنني أرى لمبة التايكون هذه تومد بالأخضر، وأسمع يعني صوت زنين طفيف، هذا يدل على أن هذه القطعة الإيجري والإكس فهما شغالين. ولو فحصنا هنا سوف نجد الجهد الذي يغذيهم، هذا 5 فولت. إلى رشح كم يخرج؟ 200 فولت. لنرى إن كانت موجودة 200 فولت، هي 199 يعني حوالي 200 فولت كما هو مكتوب. إذا الباور سبلاي فهي جيدة، المشكل من المذر بورد من الكنترول. سوف الآن نحاول يعني تتبع هذا المشكل، نتابعه. أول شيء أثار انتباهي هو تراكم الصدى هنا، وهذا يعطيني فكرة على أن ربما هذا المشكل، سبب هذا المشكل في هذا التلفاز يكون سببه الرطوبة، الصدى متراكم في قطعة إلكترونية معينة. وعند التدقيق جيدا لاحظت بأن هذا الآي سي هذا في هذا الأرجل، هذا الصف كامل متراكم عليه الرطوبة الصدى، وهذا يؤثر يعني على خدمة هذا الآي سي. هذا الآي سي مدموج في البروسيسور، المعالج والكنترول، وكل شيء مدموج هنا يخص التلفزيون. كمثلا هذا المنافذ الـ HDMI، الآي سي الخاص بهم مدموج هنا، وبالتالي هذا الصدى هنا كما قلت قد يؤثر على خدمة الآي سي. و هاد لاحظوا هنا هاد الأرجل هادو فهما متصلين مع الرامة، إذا تتبعناهم فهما متصلين مع الرامة، وهنا موجود يعني صدى هاد الرطوبة وتكون يعني موصلة للكهرباء. وكما معلوم بأن الرامة فهي حساسة جدا، بحيث أرجلها أو المسارات الخاصة بها إن يعني وقع عليها شيء موصل للكهرباء ولو بنسبة يعني بسيطة سوف تؤثر على خدمة الرامة، وبالتالي التلفاز لن يقلع. إذا سبب هذا المشكل على ما أعتقد هو هذا الصدى. سوف نأخذ الآن الميكروسكوب ونقرب أكثر على هذا البين أو هذا الصدى لكي نفهم هذه الأمور جيدا. إذا كما تلاحظون الصدى فهو واضح جدا، فهو كما قلت فهو موصل للكهرباء. لاحظوا
واحد في هذه المنطقة هنا. رأيتم؟ سوف أقرب أكثر الميكروسكوب. رأيتم؟ الآن ما سوف أقوم به هو التنظيف. أقوم بتنظيف هذا الاي سي ونرى ان شاء الله يكون خير. الآن سأستعمل الهوت اير للتنشيف وأيضا لتلك الأكسدة تتبخر من بقية، يعني البقايا تلك الأكسدة تتبخر بالحرارة. السائل الذي نظفت به اسمه الدوليو، نسميه عندنا في المغرب يعني الدوليو. جيد على هذا الشكل. الآن أعتقد بأن الأمور يعني تمام جيد. الآن الآي سي نظيف كما تلاحظون. إذن سأجرب، نتوكل على الله. أوصل الآن التلفاز بالكهرباء. بسم الله. أسمعتم الرولي استمع يعني صوته يعني مباشرة شغل الرولي. الآن التلفاز أعتقد بأنه أقلع. لاحظوا لمبة التايكون الخضراء. أعتقد بأن التلفاز اشتغل الآن. لاحظوا أصدقائي مكان شغلي الآن حاليا. الإضاءة قصبة الصيد. هي زمان. لاحظوا الأصدقاء الهوت اير. تلفزيونات. المهم يا أصدقائي، نحن نبذل جهد ومجهود لكي نوصل لكم المعلومة يعني في كل الظروف مهما كانت الظروف، فأنا معكم وأقدم لكم كل ما هو مفيد. المرجو منكم يا أصدقائي الدعم بلايك ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائكم ويعني تفاعلوا مع فيديوهاتي، جزاكم الله خيرا. الآن سأقوم يعني بتجميع التلفاز ونرى الصورة. تابعوا. إذن هو التلفاز الآن شغال يستجيب للأزرار. أعتذر عن هذا الانقطاع. اتصل بي شخص الآن يسألني هل أتوفر على الشاشة، يعني لديه تلفاز يعني منكسر الشاشة. أصدقائي أنا لا، هذه التلفزيونات المنكسرة الشاشة لا أصلحها وليست متوفرة لدي قطع غيار، سواء لا شاشات ولا مكونات إلكترونية ولا بوردات ولا مادربورد ولا باور سبلاي. أنا لا أبيع هذه الأشياء، أنا فقط أصلح. فلهذا جزاكم الله خيرا، من لديه رقم هاتفي لا يتصل بي على هذا الأساس، على هذا الغرض، يسألني هل أتوفر على مكون معين أو على بوردة معينة، أو يتصل بي على أساس استشارة. أنا لا أقبل استشارات باتصال هاتفي. من يريد سؤال أو استشارة أو شيء فليراسلني عبر الجيميل أو يكتب في التعليقات. هذا الرقم جزاكم الله خيرا لدي رقم واحد فقط وهاتف واحد فقط، ولا أتوفر على واتساب. فلهذا من يتصل بهذا الرقم فقط يتصل على أساس الشغل، من يريد إصلاح تلفازه عندي
فقط لا غير، ومن لديه من عنده رقمي لا يعطيه لأحد آخر، يعطيه لأحد آخر بشرط أن يريد إصلاح تلفازه، يقول له هذا رقم تقني يصلح لك تلفازك، هذا مقبول. أما الاستشارات ويسألني على قطع الغيار، أرجوكم لا تزعجوني أرجوكم، وبدليلها أنتم أنا أصور وأتتني مكالمة. إذا أصدقائي نسيت هذا الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.